FM. الكلمة ليك. بالنسبة لي أنا السبب اللي نحس بهنا واللي السبب الوحيد هو الشراب الخمور. عمتها الراجل كله بس عليه يخدم بس عليه، يجي السبت لحد يشرب يولي في عالم آخر، يولي يقصر يسب، لا يحترمنا، ما يحترمش أولاده، ما يحترم حتى شيء، يضرب عنف، معناتها عنف شديد. المغرب ضحكت كله شو عملت في جديد، قلت لك أخي أنا شو عملت. تعيش فيها الحكاية هذه ريم؟ نعيش فيها. ما حكيتش معاه، ما فسرتلوش بليتو شو معناتها صار لك عنف من عنده هو الا ليه؟ هاي هاي نجي نحكي معاه يقول لك اكهو اكهو، ما يحبش يواجه الواقع، ما يحبش يواجه حد شيء. وتع... كيفاش خايف؟ عندها برشا الحكايه؟ عندها عطاويك الحكايه معاني فيها، عندها جي 3 سنين. 3 سنين؟ هاي. تعرضت للعنف كيفاش؟ عنف جسدي نفسي؟ ضرب هذاك ما غير ما تحكي لفظي صفة غريبة، معناتها كل قلت لك سبت وحد نتمنى سبت لحد ما يجيش في الأيامات الكل. ما حاولتش انك دخل شكون في العائلة يحكي معاه؟ دخل شكون في العائلة، نجيب أمه ونجيب تقول ابو الهدي ربي يهديه. كاب اف ام الكلمة ليك.